بموجز الأخبار، أهلا بكم. طلب رئيس أركان الجيش المكلف من المجلس الرئاسي المقترح عبد الرحمن الطويل، طلب الكتيبة 48 مشاة وغرفة عمليات الوادي بالصبراطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف القتال في المدينة بداية من الاثنين. الطويل دعا في بين له الاثنين غرفة الوادي والكتيبة 48، دعاهم إلى العودة لمعسكراتهم وتكليف الاستخبارات العسكرية ومديرية الأمن والشرطة والشرطة العسكرية بصبراطة بالإشراف على وقف إطلاق النار والإبلاغ الفوري عن أي خروقات. الطويل أضاف في بيانه أن أي قوة عسكرية لا تمتثل لوقف إطلاق النار ستصبح خارجة عن نطاق الشرعية. أعلنت الكتيبة 48 مشاة امتثالها لقرار رئاسة الأركان التابعة لمجلس الرئاسي المقترح القاضي بوقف إطلاق النار بصبراطة. الكتيبة قالت في بيان لها الاثنين إنها أعطت أوامرها لكل الوحدات التابعة لها بالوقف الفوري لعمليات القتالية بداية من الاثنين. أعلنت الكتيبة 30 مشاة التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة المقترحة مسؤوليتها عن إغلاق حقل شرارة النفطي الأحد لعدم تنفيذ شروطها من قبل الجهات المسؤولة وفق تعبيرها. وبينت الكتيبة في بيان لها تناقلته الأحد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي أن الشروط تمثلت في دعم المستشفيات وتوفير الوقود وغاز الطهي والسيولة بالمنطقة الجنوبية والإفراج عن أبناء الجنوب الموقوفين على الهوية. وأضافت الكتيبة أن شروطها تتمثل أيضا في صرف رواتب منتسبي الكتيبة المتأخرة وضم أفرادها إلى جهاز حرس المنشآت النفطية. أفاد مصدر بعثور قوة تأمين وحماية سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص على عدد من الجثث لعناصر التنظيم وسياراتهم المسلحة وذخائرهم والأغذية الخاصة بهم. وأشار المصدر إلى أن القوة الأمنية وجدت الجثث السبت أثناء جولتها في جنوب وشرق سرت والوديان المجاورة والمناطق التي يتواجد بها تحركات تنظيم داعش التي استمرت لثلاثة أيام متواصلة خارج سرت. هذا ويذكر أن أفريكوم استهدفت المنطقة منذ أيام أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.